الراتب وصل وتب تاخذون راشن البيت اللولو هايبر ماركت بكل افرعه اللي في عمان عامل لكم عروض حصريه صفقه لمده 5 أيام على منتجات كثيره وثلاث ايام على الخضره والفواكه اللي بتشوفوه اليوم لا تفوتوه. عيش روزانا 35 كيلو من 21 ريال و500 صار ب 14 ريال و900. هذا الكاتشب من كان سعرها 925 صار ب 690 بيسة 6 علب. 4 علب حليب لاكنور من ريال و400 ل 990 وروح. نص كيلو لوز من ريالين و600 إلى ريال و390. دياي سادية تخيلوا كرتون في 10 حبات كيلو و100 جرام من 12 ريال و500 إلى 7 ريالات 990. جبن 1100 جرام شهر كامل يكفيك من ريالين و960 إلى ريال و590. كيلو هالبالدي كامل من الزبادي 2 كيلو جرام من ريال و250 إلى 880 وشيلو. بيض كرتون 30 حبة من ريال و450 إلى ريال واحد. صابون 6 كيلو برسيل من 5 ريالات و100 إلى ريال و990. 6 عبوات فيري بداخل هذا الكرتون من 3 ريالات و700 إلى ريالين و900. ثنتين كبار كان سعرهم ريالين و900 الحين بريال و790. حبات ديتول غسيل اليد من ريال 920 ريال 350. معجون الأسنان حبتين من ريالين و600 ريال 990. عروض هني مدتها 3 أيام الحق لا تلحق. البطاط اللبناني الكيلو 125 بيسة. كل من البصل ما حصل بصل الكيلو 125 بيسة. البرتقال أبو صر الكيلو ب 390 بيسة. كرتون الموز بريال و800 بيسة. العنب اللبناني الكيلو ب 490 بيسة. التفاح التركي ويا حالات التفاح التركي ب 450 بيسة للكيلو. أرجع أذكركم بأن الخضروات والفواكه عرضهم 23 و24 و25 ثلاث أيام. المواد الغذائية والأشياء الأخرى من 22 إلى 26 خمس أيام. عرض على منتجات التجميل لما تشترون بخمس ريالات سمعني الحريم في كل أفرع اللولو في عمان تيون لقسم التجميل تشترون بخمس ريالات تدخلون السحب على قسيمة بقيمة 50 ريال ما يفوز فيها شخص. 200 فايز كل فايز بياخذ 50 ريال.